قبل ما نتكلم مع نجومنا نروح سريعا لاستاد السويس واجواء ما قبل المباراه مع زميلنا محمد غندر. اتفضل يا غندر. تحياتي يا كابتن سيف، تحياتي لكل الساده المشاهدين من استاد السويس بالجيش، ولقاء نادي المصري ونادي حرس الحدود، وهو اللقاء رقم 28 في تاريخ مواجهات الفريقين، 5 فوز للمصري مقابل 10 الحرس و12 تعادل، 22 هدف للنادي المصري مقابل 28 هدف لحرس الحدود. النادي المصري الذي حضر هنا يوم الجمعة وأقام معسكره بالعين والسخنة وتدرب بالأمس على هذا الملعب لمدة حوالي 70 دقيقة. كابتن إيهاب طلب لاعبين بضرورة الفوز بس الطمأنينة عند جماهير النادي المصري، وأيضا أكد لهم على أن ضربة البداية لابد أن تكون في صالح النادي المصري. أبرز غيابات النادي المصري أحمد جمعة للإصابة ومحمد جابر وبعض اللاعبين للغيابات الفنية. فريق حرس الحدود الذي حضر بالأمس يعتبر فريق حرس الحدود أكثر فريق ضم لاعبين، حوالي 14 لاعب منهم 5 بالمصادفة كانوا يلعبون للنادي المصري. كابتن طارق أكد للاعبين في المحاضرة الفنية اليوم أن النادي المصري فريق قوي ودرس شاهد أكثر من مباراة لفريق النادي المصري وحدد نقاط القوة والضعف، وطالب لاعبيه بضرورة الضغط على النادي المصري والرقابة اللصيقة خصوصا على المهاجم محمود وادي. أبرز غيابات الحرس محمد أسامة ومارسيلو ومحمود رضا وجريندو. هذا كل ما لدينا هنا في استاد الجيش بالسويس. عودة مرة أخرى والكابتن سيف زاهر.